السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشروع اللي متواجدين به حاليا في اسطنبول الأوروبية، تحديدا في منطقة أفجلار. طبعا هذا المشروع يتربع على مساحة 41 ألف متر مربع، 70% من المساحة هي مساحات خضراء ذات جودة إقساء جدا عالية. بالإضافة إلى المساحة الخضراء اللي تحيط بالمشروع، هاي المساحة الخضراء راح تظل مثل ما هي بالمستقبل، ما راح يتم إنشاء أي مباني أو مشاريع عليها، باعتبار هذا المساحة الخضراء يوجد بها آثار تعود إلى 100 سنة، فراح يحافظون عليها، مما يعطي يعني كلش منظر خلاب وتهوية جميلة داخل المنازل المشروع. المشروع يتكون من 724 شقة طبعا، وينقسم إلى قسمين. المرحلة الأولى هي المرحلة راح يتم تسليمها بعد 7 شهور تقريبا، تتكون من 6 بلوكات، بالإضافة إلى الطوابق اللي أعلى طابق بها 20 طابق، والخيارات اللي موجودة بها من غرفتين وصالة إلى 4 غرف وصالة، بالإضافة توجد بها كافة الخدمات الداخلية من ناحية الحمامات التركية، الساونا، وبالإضافة إلى المسابح المغلوقة والمفتوحة والعديد من الخدمات. إضافة إلى هذا، المشروع يحيط به يوجد به يعني 53 محل تجاري، يعني محلات تجارية جدا ضخمة راح تغنيك عن أي شيء تحتاجه خارج المشروع، كل شيء راح يتوفر بداخله. أما المرحلة الثانية، فالمرحلة الثانية راح يتم تسليمها بعد تقريبا 1.5 سنة، تتكون من 4 بلوكات. بلوكين هذني الموجودات الصغار، ذني الشقق اللي بداخله مو للبيع، يعني اللي يريد يشتري فيشتري بلوك كامل. أما هاي البلوكين الأخرى فأعلى طابق بها 27 طابق عفوا بها، والمساحات اللي بها الخيارات من غرفتين وصالة إلى 4 غرف وصالة. طبعا هذا البلوكين 27 طابق، من طابق 16 راح يكون إطلالات على بحيرة كوتشوكتشوك مجر. بالإضافة إلى توجد خدمات عديدة مثل ما تشوفون هنا، ملاعب كرة السلة، تنس، وأيضا مسابح مغلقة ومفتوحة، وكافة الخدمات تجتمع داخل هاي المشروعين. طبعا هاي المشروعين منفصلات، يعني تام انفصال تام عن بعضهم هاي المرحلتين، يعني كل مرحلة لها باب دخول خاص بها مفصول على المرحلة الثانية. بالإضافة إلى الخدمات الخارجية اللي تحيط بهذا المشروع، فتحيط به العديد من الخدمات الخارجية من ناحية المواصلات العامة، فيقرب من التيم، خط التيم يكون قريب جدا من المشروع، بالإضافة إلى خط E5 راح يبعد عنا فقط 15 دقيقة، والعديد من المواصلات يعني تكون تحيط بهذا المشروع، باعتبار هي منطقة أفجلار منطقة يعني تعجب المواصلات الرئيسية اللي بإسطنبول. إضافة إلى هذا يعني يقرب عنا مطار إسطنبول الجديد، يبعد عنا فقط 25 كيلومتر، ومول أكبتي ومول أوف إسطنبول والعديد من المولات التجارية تبعد عنا فقط 15 متر. فهذا المشروع يعني مشروع تقريبا متكامل من ناحية الخدمات الخارجية اللي تحيط بالمواصلات، ويصير التواصل والتنقل سهل بها، والجامعات أيضا قريبة منها ومدارس دولية. طبعا من اهم مميزات هذا المشروع اللي تميزه عن المشاريع الاخرى، عن غيره من المشاريع الاخرى، هو يحتوي على نظام الطاقه الشمسيه. طبعا على اسطح المباني هذا المشروع توجد خلايا طاقه شمسيه، مما يعني انه راح توفر الكهرباء، وفواتير الكهرباء راح تكون جدا قليله بالنسبه للمشاريع الاخرى. لا تنسون تخلون لايك على هذا الفيديو، متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب والتويتر والانستغرام، واللي عنده سؤال يسالنا ويسعدنا الاجابه على كل اسئلتكم.